المؤشرات الدولية على القدرات اللوجستية للدولة المصرية. حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قطاعات عانت من الإهمال والسكون سنوات طويلة. كان من بين هذه القطاعات القطاع اللوجستي الذي شهد تطوراً ملحوظاً في خطوة نحو التنافسية الإقليمية والدولية، فكان شاهداً عليه مؤشرات الأداء والتقييمات الدولية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 فقط. تقدمت مصر بمعدل 48 مركزاً في مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية لتحتل المركز 52 عالمياً، ومتوقع أن تحتل المركز 50 في عام 2024. كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 لتحتل المركز 23. احتل ميناء بورسعيد المركز 10 عالمياً وفقاً لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات عام 2023. من بين 348 ميناء حول العالم قفزت مصر إلى المرتبة 7 عربياً و58 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي LBI لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة مقارنة بعام 2018 في مرتبة 67 عالمياً.